يعني شو في كمان برنامج شيء يعني. يمه بسوي فيلم عن وجع الراس. وجع راسي أنا فرضنا أي إشي يعني مش موضوع مهم. يعني لما أنا وجع راسي مهم. بالنسبة لي إنجاز الفيلم كأني بعتبره جزء من العلاج نفسه. ف زعم كيف؟ قصة طويلة. هذا أنا؟ كيف شخصيتي كانت؟ زي هلا مخي خرب ولا لا؟ أظن هي أول ما طلعت من السجن. في صور ثانية براسك بتذكرك بهاي الفترة الزمنية براسك. هاي الفترة الزمنية مش موجودة أبدا. إنه إحنا كل الوقت من وأنت صغير طلعت إنه إحنا إحنا الفلسطينيين، نحن شعب الجبارون، إحنا دائماً مجموعة. إحنا خلال وجع راسك بدك تحاول تتساءل عن ليش أنا راسك بوجعك من خلال إنه الوضع السياسي. I don't want to do anything. I just want to raise a few questions in a film and that's it.